ايه؟ في ايه؟ في عرض ربنا ابعدي عني وسيبيني في اللي انا فيه. انت تعرفي ربنا انت؟ اسمعي، من النهارده انت مش هتتحركي من مكانك، ولا كلمه هتطلع من حنكك الا باذني انا. انت فاهمه؟ انا هنا الكل في الكل، واللي ما يسمعش كلام سينا يستاهل اللي يجراله. اوعى تفتكر ان انا خايفه منك، ولا خايفه من هنا، ولا حتى خايفه من الموت. لو انت فاكره كده تبقي غلطانه. عايزه تفهمين انك مش خايفه من الموت وحابه تقعدي هنا اهو؟ محدش بيحب السجن، حتى لو كان في بيته. ايوه هو كده. عايزاكي تقولي الحقيقة، عايزاكي تكوني واضحة معايا عشان أحبك. عندك حق، أنا أعترف بكل الحقيقة، بكل حاجة عملتها، وهقول إن أنت كنتي معايا وماشية ورايا. مش هنكر أي حاجة تانية أبداً، لأني زي ما بقولك أنا مش خايفة. لعبة جديدة دي ياك ها؟ لا يا زينة مش لعبة، أنا عايز أعرفك بس الناس اللي أنت مسنودة عليهم وفاكراهم في ظهرك أول واحدة حيرموها في النار انتي، إن كان عادل ولا لبنى ولا ريم. كل الكلام اللي بيقولهولك كذب في كذب. كذب ازاي يعني؟ أنا قدامك أهو شاهد بنتي محامية كبيرة، إن كان هي ولا كل اللي بيشتغلوا في المكتب اللي معاها واقفين معايا وفي ظهري، وحسن ومروان بيقوموا لي أكبر محاميين في البلد عشان يخففوا عليا الحكم، مش يجيبوا لي البراءة. أيوه بس برضك ريم يدها طايلة. على اللي بيشتغلوا معاها وبس، إنما هنا اللي بيحكم القانون والقاضي وبس. هي طريقتك، هي ما بتتغيرش. بتقعدي تلفي كده وتدحلبي وتزني على الودان، والزن على الودان أمر من السحر. بس لا يا كريمة، أنا مش هصدقك تاني ولا هسمع كلامك، أنت فاهمة؟ وعشان تعرفي ريم مش هتسيبني. ريم تبقى أخت محرم وهي عارفة ومتأكدة إن أنت قتلتي. بس لبنى قالت لي إن هخرج من هنا. مش بقولك إن أنت عبيطة، لبنى برضو بنت محرم اللي انت ذبحتيه. هم عارفين ان انا عملت كده غصب عني، وانت اللي كنت السبب في ده. حتى لو عرفوا يخرجوك من هنا وده عمره ما هيحصل ابدا، يا هيذبحوكي يا هيدفنوكي بالحياة. شش اسكتي اسكتي، ما اسمعش صوتك خالص، انت فاهمة؟ عشان تكوني عارفة يا كريم، انا هخرج من هنا وانت اللي هتطمك و
وهتشوفي عذاب عمرك ما شفتيه في حياتك كلها يا كريمة. وزي ما قلت لك، لو القاضي ما حكمش عليكي بالإعدام، أنا اللي هاخد روحك دي بيدي. أنت جاموسة ما بتشوفيش؟ ما تعلمتيش أي حاجة من اللي حصل؟ والله أنت صعبانة عليا. ربنا يكون في عونك وياخد بيدك. ده إيه الطيبة دي؟ لا ما عرفتكيش وأنت كده. بقول لك إيه؟ كون النسوان دي مش عليا، ماشي؟ في عندي خبر حلو قوي هيفرحك. نادية بنت أخوكي هتلبس البدلة الحمراء. إعدام. كل واحد فيهم غرقان في همومه ومشاكله، ولا بخطر على بال حد فيهم. مفيش حد فيهم بيجي يطل عليا بيقول لي عامله ايه يا شمس. كلكم، ولما يبقى جوزي هو كمان زيهم تبقى مصيبه سودة. طيب لما مفيش حد حاسس بيكي بقى يا شمس، انت حاسه بمين؟ تعالي نركن اهلك على جنب كده شويه ونتكلم بقى عن جوزك اللي مسبب لك المصيبه السوداء اللي في حياتك. تقصد ايه؟ قصدي ان انت اللي مش حاسه بيا يا شمس ولا باللي انا فيه. ايه اللي انت فيه يا فتحي؟ انت مش واخده بالك يا شمس احنا عايشين ازاي؟ انت مش شايفه ان انا عماله اتلزق لمروان شويه ولحسن شويه عشان يبقى ليا شغلانه ويبقى لينا دخل اقدر اصرف عليكي منه واحسسك ان انتي مسؤوله مني؟ انت اللي مش عايزهم يساعدوك. يساعدوني؟ دول عمالين يباصوني لبعض زي الكوره. ولو في مره بس غلطت او عملت حاجه مش على مزاجهم يجروا هما الاتنين يسنوا السكاكين ويعلقوا المشانق. ياه، ده انت شايل مننا قوي. شفت بقى ان انتي ما فهمتنيش اصلا ولا فهمت قصدي ايه؟ يا شمس أنا ما بشيلش من حد والله. أنا لو حد غلط فيا عادي، بكره هنسى كل حاجة عشان أنا قلبي مش أسود. وعشان أنت طيب وحنين أنا رجعت لك يا فتحي، عشان عارفة إنك إنسان طيب. شوف يا شمس أنا ممكن أغلط عادي، بس المشكلة إن محدش بيسأل نفسه هو أنا ليه غلطت؟ كله بيجري على طول من أولها كده عايز يعلق لي المشانق. أنا هحكم عليك بتلات شهور بس مع إيقاف التنفيذ، عشان أديك فرصة تفتح صفحة جديدة ونقطة ومن أول السطر. تفتكري هنقدر يا شمس؟ هنحاول وبإذن الله هنقدر بإذن الله. تشرب برتقال؟ مش عايز برتقال؟ اضحك اضحك اضحك، خلي الدنيا تضحك لك. تاخد موز؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي اقعدي. شكرا. خير؟ خير يا سعادة الباشا إن شاء الله. عندك شكوى في حد مضايقك؟ لا بالعكس، كلهم هنا ناس طيبين وبيعاملوني بالحسنى. أمال أنت عاوزة إيه؟ دول قالوا لي إنها حاجة مهمة أوي. هو رجاء أكتر من ما هو طلب. وانا عشمانه في قلبك الطيب ان انت تساعدني. ربنا يكرمك ويعلي مرتبك يا رب. ايوه، اللي هو ايه طلبك؟ بنت اخويا محبوسه هنا ومحكوم عليها بالاعدام. اهدي يا ست كريمه، اهدي، تأكدي تماما. اي حاجه في ايديا انا مش هتاخر عليك بيها. انا عارفه، عشان كده طلبت قبل حضرتك. انا نفسي اشوفها وحدنا ولو نص ساعة بس قبل ما ينفذوا فيها الحكم. أيوة،
بس دي حاجه مرسله على ست كريمه عشان خاطر ربنا ساعدني. هما اللي انا هعمل طلب وارفعه المصلحه، هما اللي هيقولوا اذا كان ايوه او لا. هما ممكن يرفضوا وما يخلينوش يقابلها؟ دي حاجه ترجع لهم هما مش بايدي. اعمل كل جهدك، الله يكرمك ويعلي مرتبك ويخليك لاولادك يا رب. انا عارفه ان حضرتك تقدر تساعدني. اوعدك ان انا هعمل كل اللي اقدر عليه. قدر الف خيرك، الف شكر، متشكرك يا رب. خدت ايه يا نادية؟ خدت ايه غير وجع القلب؟ خدت ايه من الغيرة والمناجرة مع جبرية غير نار تاكلك قبل ما تاكلها؟ خدت ايه لما ما شفتيش الا اللي عايزة تشوفيه وغميتي عينك عن كل الحلو اللي في حياتك؟ وانا صغيره كنت ابص للسمك دي والنجوم اللي منوره اقول ياه لو اقدر اطلع للنجوم دي وامسكها بيدي. كنت اصحى الصبح ايام المدرسه اقف قدام المرايه ما اتحركش لما اتاكد ان شعري حلو والشرايط اللي بحطها مربوطه زين. ابص على جزمتي واطمن انها بتلمع كيف المراية. أبوي كان يقول لي أجي معاك أوصلك. كنت أقول له لا أنا كبيرة، أنا عارفة الطريق أحسن من كل الولاد اللي في البلد. أنا نادية بنت عبد السلام. كنت حاسة بروحي وحباها، كنت أحب قوي أقرأ قصص الحب وأحلم أحلم إني بقيت البطلة اللي كل نفسه في نظرة من عينيها. بس وأنا بحلم نسيت إن اللي عايز يبقى نجم في السماء واللي عايز يبقى بطل للحكايات لازم يتحمل كتير قوي، لازم يفهم حاجات كتير غايبة عن عقله. لازم يعرف إن الدنيا خداعة وإنه مش لازم يمشي ورا نفسه الأمارة بالسوق. لازم يبص للحلو اللي في حياته مش للوحش وبس.